الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب ينضم إلينا من دبي. رائد أهلا بك معنا. العديد من البيانات عم تحتسبها الأسواق خلال هذه الفترة، وتابعنا طبعا قطاع الخدمات والبيانات التي صدرت من الصين أظهرت يعني نمو يفوق التوقعات. بالمقابل إحنا عم ننتظر البيانات التي ستصدر لنفس القطاع من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي مدى قد تكون إيجابية كما حدث في الصين؟ يعني وأخيرا بعض البيانات الإيجابية القوية من الصين كانت قد أثارت القلق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الآن مع البيانات اللي صدرت اليوم أظهرت نموا يفوق التوقعات بعد 15 شهر من النمو المنخفض أو المتراجع تدريجيا، تعود مجددا إلى ارتفاعات قوية بمؤشر يعني الخدمات، وهو مؤشر مهم جدا، نفس المؤشر أو بنفس قراءته ومكوناته الذي يقيس حقيقة العديد من النقاط. يعني نستطيع أن نستشف وضع التوظيف، وضع الإنتاج، وضع المانيفاكتشرينج أو السيرفيسز اللي نحن عم نستناه خلال تعاملات اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه القراءة من المتوقع أن تأتي بقراءة إيجابية فوق مستويات 50 بكثير، يعني عند 60 وهي المستويات الفاصلة ما بين النمو والانكماش، نحن 50، فبالتالي قراءة متوقعة 60، وهذا بحد ذاته يعتبر نوعا ما ذو يعني وحي إيجابي أن الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاء إيجابيا ومستداما نوعا ما قبيل بيانات مهمة جدا مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع. ما نستطيع أن نقوله هنا أن الاقتصادان الأكبر في العالم الصيني والأمريكي كلاهما يؤديان أداء إيجابي من ناحية معطيات أو مفردات الاقتصاد الجزئي كبيانات نمو وقطاعات يعني قراءات الصناعات التحويلية والغير تحويلية. هذا بحد ذاته يعطينا يعني فكرة أن الأسواق تتوقع فترة إيجابية خلال الفترة القادمة، وممكن أن متفاعلة أكثر مع إعلانات الأرباح التي تجري حاليا خلال تعاملات هذه الفترة الحالية على الربع الثاني من هذا العام، أيضا تشير إلى إيجابية أكثر من 88% من الشركات التي أعلنت عن أرباحها أدائها جيد. طيب، وبما أنه عم نحكي عن نتائج الأرباح، يعني شركات الرعاية الصحية الأمريكية كانت أدت أداء إيجابي بالفترة الماضية رائد، بالتالي إلى أي مدى نتوقع أيضا أداء جيد لفترة الربع الثاني، وهل قطاع الأدوية قد يشمله هذا الأداء الإيجابي خلال هذه المرحلة أيضا؟ يعني ملفت للانتباه بشكل كبير على سبيل المثال موديرنا التي قفزت أسعارها من $104 إلى $386 أمريكي خلال من عام يعني أواخر عام 2020 وحتى الوقت الحالي، تمكنت من القفز بحوالي 270% مؤشراتها أو أسهم موديرنا بفعل أو بفضل الزيادة وارتفاع الطلب على اللقاح، وأيضا ارتفاع أسعار اللقاحات أو رفع أسعار اللقاحات والقبول بهذا من العديد من الدول داخل المنطقة الأوروبية بالنسبة لفايزر على سبيل المثال. كل شركات القطاع الصحي تظهر أرباحا جيدة وممتازة، فايزر وزعت أكثر من $1.45 أرباح على السهم الواحد، أيضا لدينا هيلث كير جروب كذلك الأمر تمكنوا في الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق أرباح كبيرة. الأداء الإيجابي لقطاع الصحة مستمر ومستدام طالما أنه للأسف الشديد عنا كورونا وعنا متحور كورونا، وأيضا يعني الإنفاق الأكثر نحو القطاع الصحي مثل ما شفنا بإنفاق البنى التحتية أو خطة البنى الإنفاق على البنى التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سوف يختص منها جزء مهم جدا يعني موضوع الرعاية الصحية أو القطاع الصحي إجمالا، وهذا من شأنه أيضا أن يعزز ارتفاعات في الفترة القادمة. لا تزال القطاع الصحي من القطاعات الجاذبة للمستثمرين خلال الفترة القادمة. نعم، إلى جانب ذلك رائد، يمكن أيضا بيانات الـ ADP للوظائف اللي عم ننتظرها بالنسبة للقطاع الخاص الأمريكي هي أساسية اليوم لبناء الفيدرالي قراراته فيما يخص أسعار الفائدة، وأيضا على تحركات الدولار، كيف منتوقع أن تأتي هذه البيانات وكيف سنرى انعكاسها؟ يعني لا يقل على احد اداء الدولار الامريكي القوي حاليا بنتيجه يعني زخم البيانات الايجابيه، ولكن ما ننتظره خلال تعاملات يوم الجمعه تحديدا قبل ما نتحدث عن الاي دي بي هو قراءه
تفوق 900,000 وظيفة حتى تتفاعل معها الأسواق. يعني نتحدث عن قراءة يعني بومي نوعا ما، أو تظهر لدي زيادة قوية في الوظائف حتى نتمكن من القراءة أنه تتفاعل معها الأسواق بشكل يعني غير اعتيادي. بالنسبة لي الـ ADP أو وظائف القطاع الخاص اليوم من المهم جدا أن تحافظ على نفس الوتيرة والارتفاعات. كانت هناك إضافات قوية خلال الفترة الماضية أو الشهر الماضي، ممكن جدا أن يعود إلى التراجع بعض الشيء، ولكن نعود ونكرر نقطتين هم الأبرز. أن تبقى معدلات البطالة التي ستصدر يوم الجمعة يعني أو تعود مجددا للهبوط مرة أخرى نحو 5.5% حتى يكون هناك تفاعل إيجابي، أو أن يكون إضافة وظائف في القطاع الغير زراعي بحوالي 900,000 إلى 1,000,000 وظيفة، 900,000 إلى 1,000,000 وظيفة هي التي قد تحرك الأسواق بشكل حاد جدا وتعطي زخم قوي جدا لأداء الدولار الأمريكي، لأنه بلا شك سوف يتم حسبانه على أنه الفيدرالي سوف يضطر إلى تشديد السياسة النقدية بوقت أقرب، وربما الحديث عن تقليص برنامج شراء السندات. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإيكويتي جروب، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.